أهلا بكم. مولد النور الابتدائية المختلطة مدرسة في قرية ألبو نجم التابعة إلى ناحية سد لاضيم تستقبل العام الدراسي الجديد بحملة للإدامة بطرق بدائية جدا باستخدام الطين وبقايا النباتات لضمان استمرار الدوام في العام الدراسي الجديد. مدير الناحية عبد الجبار العبيدي ذكر أن أغلب المدارس في قرى الناحية تعود أرضها لوزارة المالية، وهذه مشكلة تعاني منها معظم مدارس المحافظة أيضا، وبالتالي مديرية التربية لا يمكنها صرف أي مبلغ بحجة أن ملكيتها لا تعود لوزارة التربية، ولا يوجد أي شخص أيضا يتابع هذا الموضوع. الأهالي انتقدوا الباحثين عن الأصوات في فترة الانتخابات من هذه المناطق اللي يعيش سكانها بواقع مرير، عاملين بالتفاتة لإلزام الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة، مؤكدين أن هناك العديد من المدارس في قرى الناحية آيلة للسقوط. لنشاهد هذا الفيديو سويا. هاي احنا بال 2024 ودارسنا بعدها طين، شوف جان عبي طين بشكيره ما شاء الله نصعد فوق لا يصحى. هاي المدرسه، هاي المدارس، وين محافظ مال دياله؟ وينهم؟ هاي بدياله، دياله العظيم. هي هاي المدارس وينها؟ وين الحكومه؟ هاي مدرسه، مدرسه كامله ابتدائيه طينيه كامل طيني. هاي المدارس، ها قطعة مالتها مولد النور الابتدائية المخطط. هذه تعليقات غاضبة كثيرة وانتقادات جاءت على هذا الفيديو في فيسبوك. كتب أبو زيد الجبوري: لعد إلى من يتم الاستقطاع شهريا من رواتب المعلمين والمدرسين بذريعة بناء المدارس وترميمها، مع العلم هناك ميزانيات بالمليارات خصصت لهذه الأعمال. زمن هاشم أيضا كتبت تقول: تريد تبني جيل واعي مثقف يقود البلد للأفضل، أول خطوة لازم تسويها تهتم بالتعليم. كل الدول استثمرت بالتعليم لكن عندنا للأسف الحال يرثى له، والله يعين الطلبة وأهاليهم. جبار إسماعيل: لا رحلات، لا سبورات، لا كتب كلها مشققة، لا مراوح تشتغل، لا إنارات، لا حمامات بها خير، لا مغاسل. اتقوا الله بالطلبة وبهالشعب المسكين. التعليم في العراق يحتاج وقفة كبيرة.